أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرات التواصل الاجتماعي وسؤال اليوم. القوات الأمنية تقترب من مركز الفلوجة وتعلن انطلاق عمليات تحرير القيارة جنوب شرق الموصل، ما هو رأيك؟ من الآراء التي وصلت على صفحة الحر عراق في الفيسبوك، عامر لطيف العاني: أعتقد أن الخطط العسكرية تحمل الكثير من المفاجآت الحربية، وتحرير منطقة القيارة تزامنا مع الفلوجة ما هو إلا تشتيت وتفتيت تمركز العدو وإضعاف قوته، وهذه المباغتة سيكتب لها النجاح وتحقيق مزيد من الانتصارات. مهند الربيعي: تحرير الفلوجة مسألة وقت، وانطلاق عمليات تحرير القيارة وإرسال قوات عسكرية تشتيت للقدرات المادية والبشرية ولا يعد قرارا صائبا، لكن هذا القرار هو نتيجة الضغوط. عقيل الفتلاوي: لقد بات واضحا أن ورقة داعش قد انتهت، وتم الاتفاق على القضاء عليها في سوريا والعراق وليبيا، وأن معركة الفلوجة وتزامنها مع تحرير الموصل خطة ذكية لإشغال العدو في كل مكان وللحد من إسناد قطاعاته من جبهة إلى أخرى. علي أي آر: أعتقد أن هذا التخطيط العسكري غايته إرباك الدواعش وفرض هيبة القوات الأمنية في الوقت الذي يتعرض الدواعش فيه إلى خسائر فادحة في جميع المناطق التي يسيطر عليها. أما ما ورد على صفحة الحرة عراق تويتر: حيدر الرباعي: كان من المفترض أن تتحرر الفلوجة أولا ويعاد هيكلة الجيش والشرطة والحشد ويستتب الأمن كاملا ثم الاتجاه إلى فتح جبهة أخرى. قلم عراقي: لأول مرة يتم استخدام أسلوب المفاجأة حتى بالنسبة للأعلام، وهذه نقطة تحول مهمة لأن عملية الموصل لها خاصيتها ولأنها مركز ثقل لداعش. وليد: خطوة ناجعة، واستهداف في عدة مناطق يقطع أوصالهم ويقطع جميع خطوط الإمداد ولا تؤثر على معركة الفلوجة لأن القوات مختلفة ومتعددة. عقيل الفتلاوي: خطوة ذكية لإشغال العدو في كل قواطعه وعدم تمكينه من إسناد ونقل مقاتليه من مكان إلى آخر، وأصبح النصر قاب قوسين أو أدنى. نشرت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي العراقية في الفيسبوك أغنية باللغة السومرية الأصيلة عزفت على آلة كانت تدعى بالسومرية الجيش جودي، مقتطعة من ملحمة جلجامش. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدي اليوم التعليقات. أعود للزميلة زين سليم لمواصلة ما تبقى من النشرة. شكرا لك يا رند، مقطوعة جميلة جدا.